السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنعمل الكعك الدايب باللبن والسمنة والبيض وكعك العيد إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. هنشوف المقادير معايا، 2.5 كيلو دجاج. أنا حبيت إن نشوف الصحن بس عشان فيه ناس ما أتكيلش بالكيلو. بسم الله. أنا طلعوا 3 صحون مليانين بالشكل ده. أهو 2.5 كيلو طلعوا 3 صحون. 3 صحون دقيق، معايا 3 بيضات كبار، لو معاكي بيض بلدي ممكن يبقى 5، ومعايا 2 فانيليا بس، معايا 1 كوباية سمنة دي 1/2 كيلو، ومعايا 1 كوباية سكر، ومعايا 1 كوباية لبن. السكر ده هنحط عليه 2 كبار، ومعايا خميرة 2 كبار، خميرة كعك اللي هي خميرة النشادة، قد بيها من أي سوبر ماركت ولا قد بيها من أي عطار. هنشوفوا المقادير هنعملوها ازاي. هنحط الحاجات السائلة دي في الخلاط وهنضربهم. هنحط السمنة والبيض مع بعض. وبكده يا جماعة أكون أنا خلصت العجينة، هي كويسة خالص ومالكة اهي. لو هتعمليها على المكنة ماشي ينفع، لو هتعمليها على إيدك هنشوفوا الأشكال اللي هنعملها دلوقتي. نعمل شوية على المكنة وشوية على إيدنا إن شاء الله.
وبكده يا جماعة نكون أنا خلصت كعك العيد إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. نشوف شكله من دوا. بسم الله. السر إن أنت تحطيه يقعد قري لحد من يوم الشهر، إن أنت تغطيه، تحطيه في علبة بلاستيك وتغطيه، أو حلة يكون أي نوعها وتغطيه. أنا عملت كيلوين ونص دقيق، خدوا معايا 3 كوبايات لبن، وخدوا معايا 1 كوباية سكر ومعلقتين كبار، وخدوا معايا 1 كوباية سمنة. والكمية دي وباقي الكمية لسه ما عملتهاش بسكر. قالك الكمية اهو، لو انت حابة تعملي نص الكمية ماشي، لو عايزة تعملي ربعها ماشي. وكويس وكل حاجة ان شاء الله. ان انت تغطي الكعك يقعد من يوم الشهر، اهم حاجه ما تسيبيهش في الهواء وما تحطيش السكر عليه هو وسخن، تطلعيه من الفرن تستني له يبرد شويه، وبعد كده تحطي له السكر. اذا عجبك الفيديو او استفدتي مني ما تنسيش اللايك والاشتراك، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله نعمل الدايب بالسمنه المجدوحه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.